5.com. مساء الخير. طبعا البداية كانت مع المؤتمر الفني واللي أفصح فيه ممثلي الفريقين عن ما سيرتديه طرفي اللقاء في هذه المباراة. منتخبنا الوطني سيرتدي اللون الأخضر الكامل، فيما سيرتدي المنتخب الأسترالي لون المعتاد اللي هو الأصفر. بعد المؤتمر الفني دخلنا بالمؤتمر الصحفي، وتكلم مدربي الفريقين عن جاهزية فرقهم وأجابوا عن تساؤلات الصحفيين، واللي كانت الإجابات تأطرت بإطار الدبلوماسية واحترام الخصم. بعد انتهاء المؤتمر الصحفي توجه الفريقين لأداء الوحدات التدريبية الأخيرة قبل خوض موقعة الخميس. المنتخب العراقي كان السباق بأداء التدريبات ولفترة قصيرة قياسا بالوحدات السابقة، وكانت مغلقة ولم يسمح للصحفيين والإعلاميين بإجراء اللقاءات كالمعتاد. بعد انتهاء تدريبات الأسود جاء الدور على الكنغرو الأسترالي لأداء التدريبات الأخيرة، مع فسح المجال للإعلام للتصوير الوحدة التدريبية لمدة تقريبا 15 دقيقة من دون إجراء المقابلات. إن شاء الله المعلومات بصورة عامة لأسودنا هي عالية، ويقدرون يحصلون على 3 نقاط ونعيد أماننا في التصفيات.